السلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد المقبله كتجي لذيذه وسهله، مكونات بساط. عندنا البنات القرعه، واحد ثلاثه القرعه تيكونوا من دوك النوع شويه كبير. عندنا واحد ثلاثه الخيزويات البنات نقيين. عندنا واحد اربعه دريسات ديال الثومه. عندنا زيت بلديه، ملحه وابزار. وعندنا البنات هاد الموس سكين ايكونوم كيتسمى، هو اللي غادي نصايبو به هاد نقدوي هاد القريعه ديالنا والخيزو. نقطعوهم البنات بهذا الشكل هكا، كيجيو بحال التاكلياتيل. شوفو البنات كي كيجيو، غنكمل البنات ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم. البنات دابا بعد ما كملنا القريعه ديالنا كلها حكيناها هكا، داك قطعناها بداك السكين الاقتصادي كيقولوا ليه ولا ليكونوم، دابا غندوزو للخيزو. البنات غنديرو ليه نفس الطريقه، تجربوها البنات كتجي لذيذة وصحية، ما فيهاش شي مكونات يعني غراب ولا ما كاينينش في اي بيت. كنظن خيزو والقرعة ديما تيكونوا في اي بيت. الانسان كتكون عنده بعض الخضرات الخضرة ما كيعرفش شنو غيدير بها، كيتلف الا فاتو الطاجين كيبقى يقول اش غندير بهاد الخضرة. حنا كنخدمو دماغنا وكنحاولو نديرو شي حويجات اللي تنفع الجميع وسهلين واقتصاديين. البنات انا نكمل، انا نحبس نعاود نرجع لكم. البنات بعد ما حكينا خيزو ديالنا والقرعه غنديروهم في المقيله بحال هكذا بجوج مع بعضياتهم. غنديرو الزويته بلديه البنات، غنديرو المليحه، غنشعلو بعدا عليهم. غنديرو المليحه، الملحه على حسب الذوق، كل واحد يدير قياسو، كاين كيبغي مالح كاين كيبغي ناقص كاين كيبغيهاش كاع فيها الملحه. والبزار فيها غير جوج مكونات البنات، اسهل ما يكون. وغنديرو هاد ربعه دريسات البنات تاع الثومه، غادي نمعسهم فوق من هاد الخليط ونبدا نحرك. هذا الشيء اللي سالينا به، وغنبداو نقرب لكم شويه الكاميرا ديال المقلاة. نبدا البنات كنحرك غير شويه، عافية البنات كما كتشوفوا شويه ماشي مرقوفه باش ما طلقش لنا الماء ديالها، ماشي تاني مهدا بزاف، كتبغي العافيه شويه تكون عاليه. وحنا كنحيدوش يدينا من هاد الناس حتى تطيح لينا هاد الخضره. كتجي البنات لذيذه غير ديك المليحه والبزار زيت بلديه والثومه، كتجي حتى واحد النسمات ديال الخضره دي. تبقوس الا كانت قريعه جديده في زوج جديد كون طري كتجي رائعه. كتحطيها مع جناب طاجين ولا درتي حوت ولا اي ماكله طيبتي
بحال الدجاج اللي طيبتيه كتحطيها هي في الجناب بحال بحال دايره زعلوك بحال دايره تكتوكه بحال تجي مقبله لذيذه جدا. وتجي البنات هاد الخضيره مشربه بديك الثومه مع الزيت البلديه المليحه الغزار كتجي بنينه. جربوا جربوا البنات وردوا عليا، غنبقى ندير لكم هاد الاكلات هاد الحويجات الخفاف بحال هكا ديال 10 ديال الدقائق، ولا مره ندير لكم وصفه ان شاء الله مع بعضياتنا. وكنتمنىكم البنات الى عجبكم هاد الشيء ديروا لي لايك وتبارطاجيو. كطيب دقائق البنات الا لاحظتوا قبيله كانت بزاف، انتبهوا دابا البنات شوفوها قربت طيب هي كتبغي تبقى شي شويه كي كيقولوا الطاليان ال دانتي كتبقى شويه شاده راسها ماشي طايبه تهاريه، ملي كنبغيها تلقاي تحسي بديك النبغه ديالها. البنات ها الخضيره ديالي طابت نصوبوها ونحطوها البنات جوج طبيعه كاين غير انا وبنتي. نتمنى البنات هاد المقبله اللي عطيتكم اليوم تعجبكم. والبنات شوفوا تاكلها بحال تاكلي باغلياتيل وهي ديال الخضره. والبنات ما اجملها ولذيذه صحيه وبصحه والراحه البنات. وباقا تنقول لكم انا معكم حتى الى ما لا نهايه ان شاء الله. بالصحة والراحة البنات ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله عما قريب.